بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معايا محبي ومتابعي قناة بيبول تعليم الخياطة والتفصيل. يا رب تكونوا بخير وفي أحسن الأحوال، كل عام وأنتم جميعا يا رب طيبين وبصحة وسلام. النهاردة طبعا هنتعرف على الموديل ده، وكل سنة وانتم طيبين. طبعا موديلات العيد مع بعض كده، مستمرين في سلسلة موديلات العيد للكبار والأطفال والصغيرين كله. ده النهاردة هنتعرف مع بعض الموديل ده. ده عبارة عن زي ما انتم شايفين كده الدريس بنات، يبقى شكله حلو جدا، شكله شيك طبعا، ينفع يصلح خروج وبرده لو مناسبات، شكله مبهج للأطفال طبعا. زي ما انتم شايفين الجزء اللي فوق ده اللي هو التول اللي بيبقى زي ما انتم شايفينه كده الشفاف، ممكن تجيبين منقط ايا كان الموديل القماش المتاح ليكي. طبعا الجزء اللي فوق ده هو التول، واللي تحت دون بطانة من نفس الخامة اللي تحت دي اللي هي معمول منها باقي الفستان الدريس بتاعنا الجيبة. ممكن نستخدم ليجن او نوع من انواع الكريبات يا جماعة، تقيلة شوية. الدريس ده هياخد حوالي للاطفال مثلا من 3 4 سنين، هناخد حوالي متر الا ربع اللي هو الجزء اللي هو الابيض دون، وبنجيب حوالي نص متر الجزء التاني. لو اكبر يا جماعة هنجيب طبعا الابيض ده مثلا متر، والجزء اللي فوق ده متر الا ربع مثلا. كل ما بنكبر كل ما بنزود حوالي ربع متر زيادة تاني. هنشوف الطريقة سهلة وبسيطة. ده شكله من الظهر عادي، يعني انا عايزة اعرفك ان فتحته من الظهر، ان الجزء اللي انت شفتيه ده المرد الامامي دون، ده حاجة عيرة كده عليها المرد، زراير كده كبس من بين الخامة اهو، وطبعا كرونات امامية، ودي كرونات طبعا احنا شفناها قبل كده. هنشوف مع بعض هنقدر نعمل الموديل ده مع بعض ازاي بطريقة سهلة وبسيطة. اول حاجة يا جماعة هعملها طبعا الجزء اللي فوق، الجزء اللي فوق بتاعنا هاجي كده اجيب التول بتاعنا دون، هجيب كده الطول بتاعك اللي هي من اول نقطة الالتقاء لحد الوسط بتاع البنوتة، بزود عليه بحوالي 2 سنتي تاني خياطات تمام، وبجيب الطول بتاعها تمام. وبعد كده بقسمه على 4، انا كده حطيت اهو كده 2 برسل على برسل مثلا اهو، وطبقت كده تاني على 4، بسيب هنا في المفتوح يا جماعة 3 سنتي خياطات الخياطة عشان خياطة السوستة بتاعتي. طبعا ثبت القماش بتاعك اهو، تمام. هاجي بعد كده بحط مقاساتي بقى اللي انا رفعاها عادي خالص. اول حاجة باخدها يا جماعة عرض الكتف اللي انا خدته، بقسمه طبعا على الاتنين معايا تمام، بقسمه مثلا على 2 زي ما يطلع لي، بس بحطه من الناحية اللي عندي المقفولة دي يا جماعة، بحطه من الناحية المقفولة كده وبعلم كده. انا طبعا هنا بعمل بالقلم ده، بس طبعا انت مش هتعملي بكده على القماش، يعني انا بس عشان خاطر التصوير يظهر. طبعا انت هتعملي ماركر حاجات اللون الابيض، حطي ماركر غامق والعكس صحيح تمام. بعد كده بنزل هنا ميل كتف 1.5 سنتي تمام. بعد كده بقسم دوران الرقبة على 5، بيطلع لي طبعا الاطفال اللي هما السن من 3 4 هيطلع لك 5 5.5 سنتي. وطبعا انت عشان خاطر تظبطي خدي المقاس مظبوط تمام، خدي مقاس بنوتك اهي. انا هعمل لكم فيديو خاص برضو بالبطرون بتاع الاطفال عشان الناس اللي بتتلخبط، هقول لها التفاصيل او الخطوات صحيحة يعني اهي. زي ما احنا كده برضو شغالين، هروح موصلة ده كده اهو يا جماعة تمام. انا كده عملت الكتف، بنزل بعد كده طول الساق تمام. لو انت مش هتاخدي طول الساق بتاخدي طول الوسط عادي من هنا لفوق لتحت، طبعا دي الزيادات بتاعتي، فانا هنا كده ده الوسط بتاعي اصلا، انا اصلا القماشه بتاعتي لغايه الوسط. طيب عرفت تاخدي طول الساق اللي هتاخديه، مش عارفاه هنقول زي ما احنا قلنا قبل كده بنقسمه على الاتنين، بنقسم طول الوسط على الاتنين وبنزود 1.5 سنتي عشان ناخد كمان حدة الجيرو بتاعنا اهي. يعني مثلا انا كده هنا خط الجيرو بتاعي هنا اهو، ده طلع لي مثلا 11.5 12، بنزل من هنا لهنا 11.5 او ال 12 بتوعي تمام. ده بعد ما قسمت طول الوسط وزودت على النص بتاعه 1.5 سنتي خلاص. طيب هاخد بعد كده دوران الصدر بتاعي بقسمه على 4، وباخد يا جماعة الربع بتاعي من المقفول ده من الناحية المقفولة خلاص، باخد ربع دوران الصدر بتاعي. بعد كده باخد ايه ربع دوران الوسط. وفي الاطفال طبعا يا جماعه ما بيفرقش، احنا زي ما قلت لكم قبل كده كتير ان الاطفال
بتلاقيهم يعني ملهمش التكسيبة بتاعتنا قوي، تمام؟ فهتلاقي ممكن ايه ناقص سنتي او 2 سنتي بكتير قوي، يعني مش كتير. الاطفال يا جماعة لسه جسمهم ما بيبقاش اخر التكسيمة لسه بتاعتنا، تمام؟ بتلاقيهم بطنهم يعني صدرهم قريب من البطن، من الوسط، من اردافهم، فملهمش ايه التكسيمة بتاعتنا. طبعا بنسيب هنا امان وخياطات بتاعتنا يا جماعة. اوكي تمام. تمام احنا كده خلاص اهو هقص عادي. طبعا انتي مش هتعملي يا جماعة بالقلم الماركر دول، لا ده عشان طبعا ما بيطلعش مع الرسيم، انتي مش هتعملي، مش هينفع تعملي كده. انا بعمل عشان الشرح، انا بأكد اهو، ولا جاف ولا الكلام ده. الحاجات دي ماركر يا جماعة الخاص بالقماش اهو. هاجي كده اقص لحد الخلفية. انا عندي طبعا هنا الامامي هو المفتوح المقفول ده اللي هو اللي فوق اهو، اهو يا جماعة. تمام تمام كده مفيش اي مشكلة، انا كده عملت شغلي. طبعا هنا بتعلمي علامات السوستة بتاعتك عشان تظبطي الموديل بتاعك، برضو حتى السوستة نفسها ما تبقاش عندك معوجة، تبقى ليها حدود كده انت عارفاها. طيب انا كده خلصت يا جماعة، لو اخدتوا بالكم انا كده خلصت امامي وخلصت الخلفي. طيب انا عايزة بقى اقص كده ده الجزء اللي فوق اللي هو اللي التول بتاعي، بس تحته جزء تاني شكله اللون السادة زي اللي تحت، قب اللي هو اخد جزء القب بتاعي، اللي هو اخد جزء ايه القب بتاعي، تمام. طيب انت طبعا هتقيسي القب بتاعك عشان انت ممكن غصب عنك تعمقيه، هقولك ازاي. اه يا جماعة يعني انا دلوقتي مثلا البنوتة بتاعتي اهي، هاخد طول القب بتاعي عشان برضو انت ممكن غصب عنك بتاخدي من نقطة، بتاخدي من طول اللي من نقطة الالتقاء لحد طول القب بتاعك انت بتشوفي، عشان ممكن انت غصب عنك بتروحي مطولاه، فطبعا بيبين صدر بمسافة كبيرة. لا طبعا احنا بناخده لغاية كده المكان المناسب اللي ينفع صدر البنوتة يبان فيه، خلاص. وباجي برضو اقيسه كده على المكان ده، على المكان ده كده على الماكت بتاعي اللي انا عملته الاولاني خالص، باجي اقيس واقول ان انا عايزة القب بتاعي مثلا لغاية هنا مثلا كده لحد هنا، خلاص. يبقى انا كده هجيب قماشة اللي هي البيضة التانية السادة، وهقص قطعتين زي كده امامي وخلفي برضه يا جماعة زي بعض، هوريكي دلوقتي زي هنشوف هنعمله ازاي. هجيب قطعة قماش كده يا جماعة بقى اللي هو هعتبر ده اللي هو اللون الابيض اللي تحت، عشان انا جايبة لكم لون مختلف عشان لما اشتغل يبقى الشغل باين. انا كده جبت ده الجزء اللي هو القب اللي انا هعمله قب بنفس المسافة بالظبط، تمام. وهتيجي كده برضه تثبتي القماش بتاعك كده اهو، تمام. هجيب الجزء بتاعي الكورساج اللي فوق ده اهو، وهاجي اطبقه كده مكان ما انا علمت ان انا عايزه القب بتاعي، مش انا قلت ان انا عايزه القب بتاعي لغايه هنا، هروح كده تانية كده اهو. وطبعا هنا انا عندي 3 سنتي، انا مطلعه برضو في ده 3 سنتي بره اهو، وهسيب مثلا سنتي سنتي ونص فوق عشان اتنيه انضف القب بتاعك. انا كده يا جماعه انا بشتغل شغل سهل يعني بطريقه سهله جدا للمبتدئين اللي ما عندهمش اي فكره حتى عن التفصيل، عشان خاطر يقدروا يعملوا لبس العيد ان شاء الله وتفرحوا بيه باذن الله. خلاص كده هقصهم زي بعض بالظبط اهو. طبعا القب يا جماعه بيبقى اخد حته لسه باقيه من ايه من الجيرو بتاعك اهي، هي دي الحته اللي هتبقى اساوي. ابدا لو القماش بتاعي مش مستوي، بس انا كده سايبه هنا الخياطات التنظيف اللي فوق خلاص اهو، تمام. طبعا بتعلمي فيه على مكان الخياطات عشان هتخيطيهم مع بعض اهو، تمام. طيب هاجي اعمل كده، بصوا كده معايا ده كده مثلا الجزء اللي هو القب بتاعي، تمام. ده جزء القب بتاعي، وادي الجزء اللي فوق اللي هو ايه التول بتاعك اهو، تمام. طبعا انا سايبه هنا الجزء ده هيتنضف الاول عشان يساووا بعض في ايه في طول الحردة اهو، ده طبعا ملهوش دعوه بالجزء اللي فوق اهو. على ما اجي هنضف ده طبعا، دي على ما تتعمل هتبقى ايه جايين قد ايه قد بعض بالظبط. طبعا ده بيتشد كده يا جماعه هو عشان فيه مطه، تمام، وبيبقى بيجي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده زي ما شايفينه في الموديل بتاعنا خلاص، تمام. وطبعا الخلفي زيه، طبعا الخلفي طبعا عندنا هنا جزئين، تمام اهو. طب احنا مزودين المسافة دي عشان تنظيف القب اللي جوه، تمام. فاصبح كده انا عندي الجزء اللي فوق هعمله ايه بقى عشان اثبته، انا هاجي كده يا جماعة احطه عادي خالص كأنه، طبعا هتنضفي ده الاول
ده هتتنيه كده، تعمله اوفر مثلا وتتنيه، او تنضفيه ببيت. خلاص هحطلك برضو طريقة البيت في صندوق الوصف معانا. المهم الجزء ده ينضف طبعا. طبعا اكيد بتخيطي بنفس درجة القماش بالظبط، ايا كان لون القماش او لون الموديل اللي انت عملتيه. خلاص اهو، تمام. بعد كده باجي احط الجزء ده على بعضه اهو. خلاص نضفتي عادي، بتحطيه كأنه ملبوس. يعني انت كده دلوقتي انا حاطه ده وش الكب بتاعي على ظهر الايه الدريس التول بتاعي كده كأنه ملبوس، فانا بظبطه الاول. هتيجي تعملي بقى، هتروحي جايه مثبته تحت المكنه كده الحردتين دول كده، اللي هي حردة الجيرو دي مع حردة الجيرو دي اللي هي المتبقي من القب. ليه؟ انا عايزة اثبتهم كأنهم حاجة واحدة. انا عايزة اثبتهم كأنهم ايه، كأنهم حاجة واحدة، يعني كأنهم قطعة واحدة. تمام اهو. عشان لما اركب معاهم الكم يبقى انا بتعامل مع حاجة واحدة، مش هلاقي حتة طالعة وحتة نازلة، خصوصا لو انت بقى ايه، عشان انت مبتدئة كمان التل ما يجريش منك. خلاص هاجي برضو نفس الموضوع بالظبط في الخلفي، هاجي برضو انضف كده الكب بتاعي اهو. طبعا هتخيطيه تحت، هتعملي اوفر وهنخيطه، وهعمله بنفس الطريقة اللي انا عملت بيها ايه، اللي انا عملت بيها ايه الجزء الامامي ده اهو. اهي يا جماعة طبعا اهو الجزء ده كده مع بعضه، تمام اهو مع بعضه. بنفس الطريقة برضه هعمل الناحية التانية، ده كله بنفس الطريقة دي يا جماعة. وش الكب على ظهر ده، الوش الكب ملامس لظهر ايه، لظهر الجوبير بتاعي او التل. طبعا هيبقى ناحية كده وناحية كده اهو، ده الخلف هيبقى بتاعنا بالطريقه دي. انا هعمل دي، هنضف الكب ده وراح اعملها بنفس الطريقه، هيبقى عندي كده امامي وخلفي عشان نركب الكتاب بتاعتنا. تمام اهو عملته. تمام انت ممكن يا جماعه، انت بالنسبه لك ممكن تمسك كده الجزء ده وتديله على الطرف كده بنت خياطه، اللي هو من ناحيه اللي هو ايه الجزء بتاع السوسته من هنا، بحيث يثبت معاكي ما يبقاش متحرك ان انت تقدري تتحكمي فيه. تديله بنت بحيث الجزء ده اللي هيتطبق جوه مثلا وهنيجي نخيط عليه ايه السوسته بتاعتنا، يبقى بالنسبه لك انت ثبتي بس في نفس الوقت مش هيبقى باين. هكذا احط بقى وش على وش، تمام، وهبدأ اخيط الكتاب بتاعتي. خلاص اخيط اول حاجة الكتاب بتاعتي. اهي يا جماعة خيطنا خلاص اهو الكتاب بتاعتنا، وثبتي زي ما قلت لك الحردات. هنيجي نشوف الكم بتاعنا عشان نخلص الجزء اللي فوق خالص. هنيجي نعمل الكم. طبعا زي ما انتم شايفين كده الكم يا جماعة في اسورة في نهاية الكم زي كده مثلا. الاسورة دي طبعا بخصم عرض، يعني لو دي 5 سنتي والكم مثلا 35 او 40، يعني مثلا لو 40 ودي 5 خلي الكم 35، يعني هخصم من طول الكم عرض الاسورة كامل. تمام بس طبعا بعمل حساب الخياطات بتاعتي. خلاص انا كده مطبقة على 4 عشان اعمل ايه، اعمل كمين مع بعض. طبعا باخد دوران الدراع يا جماعة، اتخن حتة في الجزئية الزند بتاعنا، وبزود له طبعا هنا عند الاطفال حوالي 2 سنتي، وبعد كده بقسمه على الاتنين. تمام وبعد كده بنزل من هنا لهنا حوالي 8 سنتي. تمام بنزل حوالي 8 سنتي اهو، يا رب يكون اللون ده واضح. بعد كده بعمل الخط بتاعي اهو، خط مستقيم بقسمه نصين، وكل نص بقسمه نصين، بنزل نص سنتي هنا واطلع نص سنتي فوق، وبعمل الحردة بتاعتي اللي احنا ايه متعودين عليها طبعا واكيد حفظناها. باخد دوران الاسورة هنا عندي يا جماعة هنا من الاخر، زائد يعني باخده مرتاح، ما باخدهوش مضموم قوي. لو الخامة اللي هي طبعا اكيد اللي فيها الاسورة دي، الكريب يا جماعة، الكريب كريز الحاجات دي فيها مطة، فهو يفضل طبعا ان هو يبقى بنفس الخامة. ففي الحالة دي عادي ان انا اعمله هنا المظبوط عشان كمان الاسورة كمان هتبقى مظبوطة. تمام فهنا هاخد كده عرض الاسورة بتاعتي اهو، وبعد كده هروح موصله كده خط مستقيم بايه بالحرده بتاعتي. طبعا بس طبعا بسيب امان
ليا، مش لو انا عايزه اوسع او حاجه في الدرس لازم يبقى مقابل ليها نفس الوسع فين في الكم بتاعي اهو، ادي الكم بتاعي يا جماعه، وان انا طبعا بعمل له فرد تركيب. اوكي تمام كده، تمام اهو الكم طبعا معايا اهو، هركبه الاول اهو طبعا كالمعتاد طبعا، عشان ما نكررش حاجات كتير، عشان بس احنا بنقول عشان الاول مره يدخل معانا يزور القناه معانا. احط كده وش على وش، واحط الفرد بتاعي على خياطه الكتف بتاعتي، طبعا بتكوني عامله اوفر. تمام اهو، بعد كده هاجي امسك الجزء جزء كده دوران اخيطه، وارجع للتاني بنفس الطريقه، وبقفل الجناب بتاعه الدرس بالكمام يا جماعه، عشان خاطر لازم الاسوره تركب في الكم يكون مقفول عشان اعرف اركبها. تمام. لو انت مبتدئه او عايزه تركبي اسوره على المفتوح ممكن برضو تعمليها كده اهو. بصي طبعا بتبقى انا عندي طريقتين لتركيب الاسوره، انا قلتهم قبل كده بس هقولهم تاني، ان انا مثلا عندي الجزء ده انا هعمل طبعا عرض الاسوره في الجزء بتاعي ده كده، قد الجزء ده بالظبط كده قد نهايه الكم بتاعي اهو، وهبدا احط كده وش على وش. انا يا جماعه والله بقول كل الطرق اللي تقدر تخلي واحده مبتدئه تعمل حاجه وتبقى سهله عليها، ما تحسش ان هي، لان المبتدئه دي يعني بيبقى لسه جديده في التفصيل، وفي نفس الوقت لو عملت حاجه غلط وبوظت مش هترجع تاني للموضوع ده هتستصعبه، لكن احنا عايزين لا نسهل الامور على كل البنات وكل الامهات وكل اي حد بيحب او كان نفسه يتعلم وما كانش اتاحت قدامه الفرصه. خلاص اهو انا مثلا عملت الجزء ده كده اهو، برجع اروح اعملها كده. تمام، فلما طبعا باجي اخيط الكم بتاعي طبعا عشان دي بس اهو، او طبعا بيبقى ده في الخيط ايه الجناب، ده بيبقى شكل الاسوره بتاعتك بتدخل طبعا في الخياطه الجانبيه. تمام، يا اما بقى بنعملها ازاي، بنعملها كده اهو الطريقه التانية، ان انا اقدر هعمل مثلا لو دي عرض الاسوره دي كده كلها، ده الطول بتاعها وده عرضها، باجي اقفلها من هنا 100 جنيه زي ما انا عملتها كذا مره كده يا جماعه، عملناها كتير، هاجي اقفل كده، ده لو انا عايزه كده الخياطه بتاعتها بقى دي ما تبانش، دي بقى بتبقى طبعا بتبقى افضل، بس انا بقول للي ما يعرفش طبعا هقفلها. بعد كده تلاقي نفسك تنسيها نصين، طبعا دي بتتركب مقفوله لكن اللي انا عملتها دي بتتركب مفتوحه اهو. بصوا هاجي اروح تانيها كده كويس، وبعد كده ابدا اركبها فين في دوران الكم اهي كده، هتبص عليها كده نظيفة، هتبص عليها برضو من جوه برضو نظيفة. خلاص، فانتي كده انا كده قلتلك الطريقتين، وطبعا زي ما انتي حابة. اوكي يا جماعة، شكله بعد ما عملت الاسورة اهي زي ما انتوا شايفين اهو في الكم التل بتاعنا. طبعا انتي لما بتعملي بالماركر يا جماعة لون القماش ما بيبقاش فيه، انا عملت العلامات دي زي ما اتفقنا عشان خاطر بس يبان في الشرح. طب عايزه اشوف بقى الجزء الكرونات اللي تحت، الجيب الكرونات اللي تحت، انا هعملها المره دي بطريقه سهله جدا لاي حد مبتدئ او اي حد حتى عنده حته قماشه وعايز يجرب يعملها بطريقه سهله جدا وبسيطه بدون حساب بدون اي حاجه يعني. وبعد كده ان شاء الله انا هعمل لكم فيديو للناس اللي طلبت ازاي اقدر احسب حسبه الكرونات بتاعتنا. تمام، احنا النهارده هنعملها بطريقه سهله وبسيطه جدا. بصوا يا جماعه، انا مثلا هجيب الطول بتاع الجيب بتاعتي، ادي طول الجيب بتاعتي. تمام، في عرض قد ايه بقى، في عرض المتر ونص بتاعي. خلاص، لو البنوته صغيره مثلا سن 3 سنين 4 سنين، لو البنوته مالينا اكبر 5 6 اكتر 7 بزود، بخلي بقى الطول طول الجيبه في العرض مرتين، في العرض مرتين. تمام، يعني قصدي كلامي كل ما البنوته تكبر كل ما هستخدم عرض في الجزء ده اكبر. طيب انا هجيب كده المتر ونص بتاعي، يعني قصدي لو البنوته مثلا مليانه هجيب مثلا طول الجيبه بتاعتي ادي متر ونص، وهجيب زيه تاني. خلاص، طبعا هيتبقى منه بس عشان خاطر ان انا عايزه الجزء الامامي والجزء الخلفي. طبعا هجيب كده الحته دي متصله، طبعا احنا الاعمار اللي احنا بنتكلم فيها هناخد متر ونص في طول الجيبه اهي. وهعمل ايه بقى، هعمل كده هجيب المزوره بتاعتي اهي، المزوره بتاعتي اهي معايا، هاجي ايه هسيب هنا جزء للاول حاجه 3 سنتي هنا كده، دي للسوست 3 سنتي دول بتوع ايه بتوع السوسته بتاعتي. اوكي يا جماعه كده اهو 3 سنتي دول بتوع السوسته بتاعتي. خلاص، وابدا من بعدها احط العلامات بتاعتي. هعمل العلامات يا جماعه، هعملها مثلا من 8 ل 10 سنتي عشان خاطر عرض الكورونا يبقى كويس ومناسب.
خلاص يبقى انا هعملها من 8 لـ10. خلاص هعمل مثلا اهو 8، انا ممكن اعملها يعني حسب ما انت عايزة طبعا، بس مثلا انا مشيت 8 يبقى كله 8، مشيت 7 يبقى كله 7، مشيت 10 يبقى كله 10. اوكي تمام، انا كده هقعد اعلم اهو لغاية ما اخلص من اخر قماشة خالص. خلاص يا جماعة انتي كبريها، يعني قصدي مقصود الكلام ان انا عايزاها كبيرة تكفي ايه، انا هقعد اكسرها كلها وهشوف في الاخر انا هعمل ايه. هعمل اول بس اعلمها، اول مرحلة ان انا هقعد اعلمها، اعلم القماشة كلها زي ما انتوا شايفين كده اهي يا جماعة. احنا عملنا كلها، احنا ليه عملناها كده عشوائية يا جماعة؟ عشان احنا شايفين في الجيبة بتاعتنا في كولونات في الجناب، في كولونات ورا، في كولونات قدام، لكن لو في ساعات في موديل بيبقى مثلا كولونتين قدام او 3 منتظمين مفيش حاجة من الجناب وزيهم خلفي وهكذا، او ممكن تلاقي 2 ورا على حسب ما انت، فده بالنسبه لنا ده شكل عادي فملهوش ايه شكل معين او قاعده معينه. بص انا بقى هعمل ايه، هبدا من اول نقطه، انا دي كولونات يا جماعه، يعني النقطه دي هحطها على النقطه اللي جنبها تمام اهو، واجي اثبت كده، والنقطه دي هحطها على النقطه اللي جنبها خلاص. فده كده شكل ايه، شكل الكولونه. طبعا عشان اقفل الكولونه صح هعمل ايه بدل ما اقعد اعيد تاني، هجيب اول يعني ادي 3 نقاط، 3 نقط، ادي 3 نقط. الكولونة يا جماعة بتتعمل من 3 نقط مع بعض، ادي 1 2 3، هجيب اول نقطة مع تالت نقطة، اول نقطة اهي اهي دي مع التالت نقطة دي، هخليهم كده اهو يقابلوا بعض، واروح عاملة كده غرزة على المكنة كده بالطول مسافة 1.5 سم او 1 سم كده، ونصصها. انا قبل كده عملنا الكولونات طبعا، وهحط لكم برده طريقه الجيب الكولونات في صندوق الوصف برده اتفرجوا عليها. هعمل فرد ده ليه؟ عشان يقابل لي الايه، يقابل لي الغرزه اللي بالطول كده، فراح ايه انا مطبقاها كده واروح مثبتاها كده عشان على ما اجي اثبتها بقى على المكنه اهو بالعرض كده، اجي ابص كده شكلها من بره اهو. بصوا انا ليه عاملاها كبيره 8 او كده، عشان كل ما بتكبري كل ما الجيبه من تحت بتوسع يا جماعه. هاجي تاني هعمل تاني زي ما انا قلت لك، هنا الـ3 نقط هحط اول نقطة على تالت نقطة هيقابلوا بعض كده، هاخد غرزة كده بالطول تاني اهو 1.5 سم مثلا كده، الجزء ده هروح عامله له فرد كده عشان اخليه يقابل لي الغرزة دي، وهكذا. طبعا هعمل ده كله كده لغاية ما اخلص الايه العلامات اللي انا عاملاها دي كلها. اوكي يا جماعه، طبعا انت عايزاها صغيره براحتك، بس كل ما بتصغري في الكولونه كل ما الجيبه مش هتبقى واسعه قوي اهو، طبعا هتديكي الشكل ده طول ما انت ماشيه. يفضل القماشه بتاعتك ما تبقاش ناعمه قوي عشان تديكي الشكل زي ما انت شايفاه في الصوره وشايفاه هنا. تاني اول كولونه اول نقطه مع تالت نقطه اهو يا جماعه، يا رب تكون سهله وبسيطه، انا والله بحاول على قد ما اقدر ما اصعبلكوش الامور اهو كده. وهاجي هنا هعمل فرد هنا، ده الترتيب الصح يا جماعه للحجم اهو، وبعد كده اروح اخده خياطه عرضيه اهو، ده كله عشان يطلع شغلك مظبوط، ما تطلعش كمان منك الكولونه معوجه او حاجه، فاهماني اهو. طبعا ده الغرز اللي انا عماله احطها دي في المكنه، اروح مثبتاها كده خط واحد بقى عشان اشيل الدبابيس اللي انا عماله اثبت بيها بالعرض دي خلاص، وهكذا هكمل بقى باقي القماشه كلها وهشوف هنقدر نعمل ازاي. يا جماعه خلصت القماشه كلها زي ما انتم شايفينها كده اهي الكولونات. انا بقى هعمل ايه بقى؟ بص بقى بطريقه سهله جدا وبسيطه هنيجي نعمل ايه. انا كده فرده القماشه بتاعتي، فرداها اهي مش تانيها ولا حاجه، مفروده اهي قدامي. اوكي هجيب كده دوران الوسط بتاعي، دوران الوسط بتاعك طبعا انت عارفه بيبقى دوران الوسط بتاعك مثلا كام. اوكي تمام كده تمام، انا مثلا دوران الوسط مثلا هنا مثلا سي كده مثلا 50، هجيب الـ50 هقيسها من اول الـ3 سم، من اول الـ3 سم كده اهو اوكي لغايه المكان اللي هديني فيه الـ50. بص مثلا 50 جاتني فين؟ جاتني هنا اهو تمام، هروح عامله كده، يبقى انا مش محتاجه دي كده خلاص، يبقى انا كده مش محتاجه الكولونه دي كده، وهفكها تمام، بس هي الحته دي بس، وهاخد 3 سم باقيين كده اللي هم بتوع السوست، يبقى انا الجزء ده هقص الجزء الحته دي كده مش محتاجاه. طيب لو انا مثلا الوسط بتاعي جاني لغايه مثلا لغايه برضو هنا اهو شايفين لغايه هنا، يبقى انا برضو دي كمان هفكها مش محتاجاها، يبقى انا برضو هقص لغايه هنا لغايه هنا تمام، انا كده لغايه هنا واسيب 3 سم
بعدها كمان سوسته، تمام، خدته كله تمام. يبقى انا بقيس الوسط واشوف هيجيني من بعد التلاتة سنتي السوسته ايه، وبالراحه كده اهو، يبقى ده مفروض كويس مع المزوره كده كويسه اهو، بمشي بيهم مظبوط، واقول ان هو لغايه مثلا لغايه ما يديني هروح اقصه الباقي. خلاص، طريقه سهله وبسيطه طبعا، هو انا قلت لك احسبي ولا فيها حسب ولا حاجه، دوبك انا نقطت وطبقت الكولونه، مفيش اكتر ولا اقل من ان انا عملته كده. انا مثلا ضوان الوسط بتاعي يا جماعه جه لغايه هنا، جه الوسط لغايه هنا، يبقى انا كده بعد 3 سنتي انا كده الجزء ده خلاص انا استغله، اعمل منه كولا، اعمل منه اي حاجه. خلاص كده، وهبدا اعمل ايه بقى، احط كده وش على وش اهو، وش طبعا انت هتثبتي الكولونات دي كده على المكنه بالطول، وهجيب كده الفستان اهو الدريس بتاعي اهو، وش على وش، وهبدا اخيط وش على وش كده يا جماعه، وهبدا ايه اخيط. خلاص كده تمام اهو، عايزه تثبتي بعد ما تثبتي الكولونات بتاعتك، اوكي مفيش مشكله اهو، وش على وش اهو، وطبعا اخلي بالي من البطانه بتاعتي اهي، تبقوا مع بعض، اظبط فستاني طبعا عشان ليه بطانه اللي هو التل، يعني بطانه التل والقب بتاعي ده اهو يا جماعه. طبعا انا حاطه وش على وش، فستان جميل جدا وشيك جدا طبعا، بيصلح طبعا قلت زي ما قلت لك في اول الفيديو ان هو لبس عيد، لبس مناسبات، افراح، اعياد ميلاد، طبعا هو شكله شيك جدا، الاطفال طبعا بيليق عليهم اي حاجه في اي لبس. طبعا دلوقتي الحاجات دي مبقتش ليها وقت معين، حتى التل والحاجات دي بتلاقيها في لبس الاطفال الخروج العادي، ما بقاش زي زمان مقيدين بحاجه معينه، بس طبعا هو كدريس بيبقى شكله شيك، لان الدريس بيبقى ايه اخد شكل البنوتات كده الجميل، بيصلح لاي ايه مناسبات اهو، اعياد ميلاد، اي حاجه طبعا، بدل ما تروحي تشتري الحاجه دي بتبقى غاليه معاكي اهو. انا مثلا خلصت اهو، بصوا اهو انا بقى مخليه لك الفستان مفتوح من فوق وكمان هنا مفتوح من تحت، وبيتقابلوا مع بعض كده من ورا، بخيط طبعا، بقفل اللي من ورا، تمام، هخيطه على المكنه طبعا اهو، ده كده الشكل يعني ايه بوجه عام. اه يا جماعه، بعد ما خيطته معلومه برضو، انا ممكن الحزام اللي انتوا شايفينه ده ان انا ممكن احطه بين الخياطتين ويبقى ثابت، يعني انا لما اجي بحطيت ده وش على وش بكون مثبته بينهم الحزام، وبكده بيكون شكله موجود في الفستان ثابت، او ان انت عايزاه تعمليه منفصل، تمام. طيب فكده فاضل اخر حاجه عندي الكولا بتاعتي، تمام، وهنشوف هنعملها ازاي. قبل يا جماعه ما اعمل الكولا كنت عايزه اقول لكم على الجزء اللي هو هنا، معلش نسينا، المفروض ان احنا نعمله قبل ما بنركب الجزء ده ببعضه، يعني قبل ما نحط الجيبه اللي تحت في الدريس واقفلهم، طبعا ده بيبقى منفصل، بجيب جزئيه كده، ده المرد اللي هو ده مرد عيره يا جماعه، بنعمله ازاي، ادي جزء مثلا قماش، باجي اطبقه مثلا كده كده، تمام اهو، وده بتكويه يا جماعه، بتكويه كويس جدا، تمام، وبنبدا نثبته كده اهو على الجزء ده بس في النص، بنبدأ نثبته كده، طبعا انت كاوياه، فلما بتبقي كاوياه بيبقى مسهل عليكي كتير، يعني بصي بتبقى ثابت كده اهو، طبعا في النص بالظبط عشان ما يجيش معوج. طبعا بتيجي تثبتيه، طبعا انت بتثبتيه الاول بدبابيس، بتيجي تحت المكنه بنثبته هنا على الطرف من هنا وعلى الطرف من الناحيه التانية بالظبط، ده قصاد ده، خلاص. طبعا ده بيثبت معاكي الكب برضو من قدام اهو يا جماعه، طبعا هنفك الحته دي عشان احنا نسينا، المفروض ان انت بتعمليه بيبقى سهل طبعا، ده الصح عشان يدخل في الخياطه بتاعت ايه الخياطه بتاعتك بتاعت الوسط، يبقى نضيف خلاص اهو، لما تثبتيه كده بتيجي بقى تحت المكنه بيبقى الموضوع بالنسبه لك سهل جدا. طبعا الخياطه هي مكان الدبابيس اللي انا بحطها دي، اهي دي الخياطه على الطرف جدا، خلاص انا خيطت خلصت الناحيه دي، برجع للناحية التانية اهو بطريقة سهلة جدا وبسيطة، مفيش اي حاجة، فكرته سهلة، مش فكرة صعبة خالص اهو. طبعا بيبقى راكب قبل ما اركب الجيبة، فبيجي بالطريقة دي بقى بيروح عامل ايه، بيبقى داخل خياطة الايه الوسط بتاعتي.
طبعا. وبنعمل الزراير اللي انت شايفاها دي، يا اما تجيبي زراير نفس الالوان اللي انت عايزاها او تعمليها كبس عند اللي هو ايه، بيبقى عنده طبعا الاله بتاعه الكبس دي اللي هو بتاع الخردوات، وهو تقول عايزه زراير كبس فبيديكي من بيبقى من نفس القماش. طبعا هتفكي الجزء ده عشان نبدا ايه نركبه من عند الوسط. تمام، هنعمل بقى الكوله بتاعتنا، نشوف هنقدر نعملها ازاي مع بعض. هجيب يا جماعه القماشه بتاعتي حته مستطيله، الارتفاع بتاعها الكوله اللي بتتني بتاعتي حسب ما انا عايزاها. انا مثلا عاوزاها وهي موجود يعني متركبه 10 سنتي، يبقى انا كده هجيب الارتفاع ده 20 سنتي واعمل حساب خياطات. خلاص، يبقى انا مثلا جبت هنا كده 20 سنتي، كده 20 سنتي او 18 لو انا عايزاه صغير عشان الاطفال، حسب كل سن. تمام، وبجيب كده الجزء ده بطبقه على الاثنين وده كده على الاربعة. طب بعد ما يتطبق على الاربعة مقاسه ايه؟ عشان انت هتقولي مثلا ماشي عرفنا الارتفاع، طب القماشة انا هثبتها كده، انا عايزة اوريهالك بس عشان هي القماشة هتبقى قد الجزء ده كده بالظبط. هتيجي تمسكي الحردة بتاعتك، بتحطي الكتف على الكتف، بنطبق الحردة زي ما بنعمل زي ما عملنا كولات كتيرة مع بعض اهو كده، الجزء ده كده اهو. باخد الحردة كده وهي متطبقة اهي يا جماعة اهي كده، ادي ده الكتاف، كتف على الكتف، وادي الامامي وادي الخلفية، بس عشان هو القماش شفاف مش باين. هاي كده اخد المقاس ده بتاعي، بس بعمل حساب بقى خياطات هنا وخياطات ورا، لان احنا زي ما شفنا كده في الصورة هي كمان ليها ايه كوشة صغيرة ورا، لان الفتحة من ورا هي السوستة متركبة لغاية القب، وبعد كده عاملها زي بيئة او تنظيف بس مش مكمل السوستة لفوق مع التول بتاعك. خلاص، يبقى انا هعمل هنا حساب خياطة وهنا حساب خياطة، لان هي الكولة دي هتبقى عبارة عن جزئين. تمام، انا قلت ان هي لغاية هنا خلاص، لغاية هنا مثلا لو هي اصغر، طب احنا عاملين القماشة دي اكبر شوية، اكبر شوية ليه؟ احنا هنقول اكبر شوية عشان انا عندي كده البوزة اللي انا هطلعها دلوقتي. تمام، يعني قصدي ان يعني انا دلوقتي لما شايفة ان البوزة اللي كانت نازلة دي اهي، هعمل كده وطبعا بسيب مسافة شوية عشان ايه البوزة بتاعتي. خلاص، هاجي بقى من المكان اللي انا قست عنده اهو الجزء ده، وبطلع البوزة بتاعتي كده لغاية ايه، عايزة كل ما اكبرها كل ما هوسع كده عشان ادي البوزة اكتر. خلاص، انا بس هنا هصغرها شوية عشان خاطر المقاس. خلاص كده يا جماعة، اوكي تمام. هاجي اروح قصة بقى خلاص كده، وببقى عاملة طبعا حساب خياطاتي اهو. تمام، انا عندي هنا الخلفي برضو هيبقى مفتوح، انا عاملة حساب كمان ان الخلفي هنا هيبقى هو كمان مفتوح، فيبقى جزئين. يبقى هنا كده عندي دي هقفل الناحية دي والناحية دي، والناحية التانية نفس القصة بالظبط. يا جماعة عملتها. طبعا اللي ما بيحبش الكولة كبيرة هيصغرها، طبعا الأطفال يا جماعة. أنا ممكن أعمل بدل مثلا بدل ما أعملها 20 دي ممكن تبقى 15. تمام، تبقى حسب الحجم، حتى لو انت عملتي عايزة تصغريها صغريها براحتك. طبعا هو بقلبها، أنا عندي هنا الكولة بتاعتي عبارة عن جزئين عشان من ورا مفتوحة. هاجي اعمل كده، طبعا انا عندي مثلا هنا النص بتاعي، طريقة سهلة جدا اهي. هبدأ اثبت الجزء اللي فيه البوزة ده كده اهي يا جماعة، هبدأ اثبته. طيب الكول دي بتتثبت او بتتنضب بايه؟ بتتنضب ببيه، يعني هجيب كده البيه بتاعي مثلا. طبعا حطيت برضو طريقة البيه يا جماعة، عايزة تحطيها باشا، في ناس بتحطي وش كده وتعملي اوفر، بس انا بقولك على الحقيقة الطريقة اللي انت هتشتري بيها حاجة نظيفة. باجي كده البي وش على وش كده اهو، الاتنين مع بعض، التلاتة مع بعض، الفستان والكولا اهو، هجي وش على وش كده وهبدأ اخيط لغاية ما هتلاقيها وصلت للمرد هنا، وبعمل برجع بالتانية برضو بالناحية التانية بنفس الطريقة اهو، بس اوريكي الناحية واحدة اهي اهي. هقعد اخيط لغاية ما اوصل لنهاية الكول اللي هي عند اهي، عند الناحية التانية اللي المرد بتاعي. طبعا انت ممكن تتني التول ده خلاص يبقى نضف نفسه اللي هو ناحية الفتحة. هاجي بعد كده بصي اهي بيه اهو، بروح قلباه كده كله كده. طبعا هنا عشان هنا في دبابيس، هاجي قلباه كده كله لجوه، هاتني كده تانية وبعد كده التانية، راح تانية كله لجوه. تمام، وهاجي اخيط البيه بتاعي
على الطرف، بس برفع الكولة بتاعتي عشان خاطر ايه، عشان خاطر الخياطة بتاعتي ما تجيش على الفستان بتاعي اهو. طبعا الكولة بتبقى كده اهي، بتبقى نظيفة. تمام، نكملها بقى ونعمل الناحية التانية زيها بالظبط. اوكي اهي يا جماعة، شكل الدريس بتاعنا بعد ما خلص وركبنا الكولة بتاعتنا. طبعا هحط لك السوستة في صندوق الوصف، هتركبيها لغاية القبو، والباقي ممكن تتني عادي، بتخيطي المرد الباقي يعني عادي، وتعملي كوبشن، مفيش اي مشكلة، مفيش اي حاجة تانية يعني، مفيش حاجة زيادة. وده شكله بعد ما خلص. يا رب يكون الفيديو كان سهل عليكم والدريس كان حلو، ويا رب يكون عجبكم. ولو اول مرة تدخلي القناة، يا ريت تخشي وتفعلي الجرس وتشتركي في القناة عشان يوصل لك كل جديد. وطبعا ما تبخليش على الفيديو باللايك بتاعك لو في اي كومنت. ولو يا ريت مثلا انتوا تجربوا الحاجة حتى لو عينات، وان شاء الله تعملوا لبس العيد بايديكو. يا رب يكون عيد سعيد عليكم جميعا ان شاء الله. ويا رب يكون شرحي سهل عليكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وسهل وبسيط مع قناة بيبو لتعليم الخياطة والتفصيل للسهل الممتنع. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.